النجمة التركية نسينها الأطرون تجوب إيطاليا بلوك جديد. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الفنانة التركية نسينهان أطرون التي عرفت في الوطن العربي باسم نيهان عن دورها في مسلسل الحب الأعمى، والتي تتصدر وسائل البحث دائما بسبب علاقتها مع زوجها على جائزة في ميامي. دائما تخطف الأنظار بكل خطواتها سواء الفنية أو الشخصية. وقد أثارت نسينهان أطرون الانتباه بإطلالتها الجديدة خلال إجازتها في إيطاليا، حيث شاركت الجمهور بصورها في شوارع ميلانو، وكانت تبدو قد خسرت الكثير من وزنها. كما ارتضت ملابس تسعيناتي نوعا ما، وشعرها كان يبدو عن المعتاد. هذا وقد تلقت أطرون التي غيرت صورتها تعليقات على منشورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت الفنانة التركية على صورها أنقر لرؤية الطائر المحلول الذي هبط عليه، ويشار أنها قد خطفت الأنظار منذ أسابيع برحلتها الرومانسية بصحبة زوجها قادير لغلو في ميامي، وشاركت بعض اللحظات الرومانسية التي جمعتهما في شوارع المدينة. كما انتشر فيديو لهما وهما يرقصان سويا في إحدى الحفلات. لقد فاجأت الممثلة الجميلة أطرون الجميع بقولها شكرا باللغة الإسبانية على المسرح، وذهبت إلى ميامي صحبة زوجها وأعلنت أنها في حالة معنوية جيدة جدا. وأثناء الحفل تمت دعوة أطرون إلى المسرح بصفتها ملكة الدراما التركية في الحفل الذي أقيم في تيل بلهاو في ميامي، تكريما للذكرى العاشرة لبيع المسلسلات التلفزيونية التركية إلى أمريكا اللاتينية. كما كشفت بعض المصادر التركية أن نسينهان أطرون وقادير دوغلو حصلوا على عرض إعلاني مقابل 4 مليون ليرة، ولكن طالبوا برفع الأجر إلى 10 مليون كشرط لدليل قبول الظهور في الإعلان، مما عرض الثنائي إلى نقد واسع من رواد السوشيال ميديا لطلب مبلغ كبير مقابل دقائق سوف يظهرون بها. ولنفي الشائعات التي تتردد بينهما كثيرا في الفترة الأخيرة، احتفلت نسينهان أطرون وزوجها مؤخرا بالذكرى 7 على زواجهما بالسفر لقضاء عطلة صيفية معا، ونشر دوغلو مجموعة من الصور الرومانسية للزوجين تظهر الحب والانسجام بينهما. وقد علق دوغلو قائلا: أجمل هدية قدمها لي الله، فأنا محظوظ لأكون معك، أنها مثل الليل مثل التنفس، شكرا لك على كل شيء. وفي الوقت الحالي يعيش نسينهان أطرون وقادير أوغلو عطلتهما معا، ويشاور أن الثنائي يستمتعان بجولتهما وبمتعة الصيف. قد نشروا صورهما من العطلة على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وتولت إعجابات المتابعين على النجمين الشهيرين.